الأهلي يهزم الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. عمرو أديب حسين الشحات مكسب نووي للأهلي هذا العام حتى أكثر من محمود كهربا. كهربا يعزز تقدم الأهلي على الوداد بالهدف الثاني في الدقيقة 59. عمرو أديب: بعض اللي شغالين معايا لقيتهم لابسين تيشيرتات الأهلي ويقولوا هنكسب الوداد 3، أنا أخذت أسميهم وقررت أرفضهم. عمرو أديب: مصطفى شوبير عملاق، لولا توفيق ربنا ودعم الجمهور ودعاء أحمد شوبير وأم مصطفى كان الأهلي دخل فيه جول. المؤبد للمتهم بقتل الحجة هدى وسرقة ذهبها في الإسكندرية. نيمار لميسي: لم تسير الأمور كما اعتقدنا لكننا جربنا كل شيء. حسن فوزي رئيس شعبة البن باتحاد الغرف التجارية: السوق المحلية تواجه نقصا في المعروض من البن بسبب صعوبة تدبير العملة. الرئيس السيسي: سد النهضة الأثيوبي له تبعات خطيرة على الأمن المائي لدول مصب حوض النيل، منها إلزام الطالب بتظليل رقم الجلوس. تعليمات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة بالأقصر. رئيس لجنة تعليم الشيوخ يوجه رسالة للحكومة بهدف دعم القطاع الخاص. علي الدين هلال: من الخطر استمرار غياب المجالس المحلية. كم هو يسعدنا يا صديقي بأن تشارك برأيك. من هو نجم مباراة الأهلي والوداد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تغلب فيها الأهلي على الوداد 2-1؟ سننتظر رأيك في التعليقات. وزارة المالية قررت التيسيرات الجمركية لتخفيف التكلفة على المستهلك النهائي. شيخ الأزهر: الظاهر ببرص من قادة التاريخ الإسلامي العظيم الذي يقف التاريخ خاشعا أمام مآثرهم الكبرى. ما رأيك في أداء حكم مباراة الأهلي والوداد اليوم؟ الرئيس التونسي يرفض قروض صندوق النقد الدولي ويعتبر شروط الصندوق مجحفة وموجعة لاقتصاد بلاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استوصلتم فاصلوا. والجمعة: حكم لقاء الأهلي والوداد مهزوز ولم يسيطر على المباراة. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السيسي وعبد الناصر يمثلان مصر في متحف الشمع بمدينة باجودينيا الصربية. جماهير الأهلي تشتبك مع حكم نهائي الأبطال بعد مباراة الوداد.